تحقيقات النيابة، شقيق الفنان رامي صبري قفز من النيل هربا من المصحة ومات غرقا. هرب من مصحة إدمان التحريات، تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب رامي صبري ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع رامي صبري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. هرب من مصحة إدمان التحريات، تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري. لقى شقيق المطرب رامي صبري مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين مساء أمس الأحد، وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، ووالده قام أمس الأول بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج. وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق، وفشلت محاولة إسعافه من بعض الأهالي. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بغرق شقيق المطرب رامي صبري في مياه ترعة المريوطية، وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم، وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفى من مياه ترعة المريوطية، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي نظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة. تحقيقات النيابة، شقيق الفنان رامي صبري قفز في النيل هربا من المصحة ومات غرقا. تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في مصرع شاب أثناء محاولة الهروب من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس بعدما قفز في ترعة المريوطية فغرق، وأمرت النيابة بدفن المتوفى بعد ورود تقرير طبي عن أسباب الوفاة، وطلبت تحريات حول الظروف وملابسات الواقعة. وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بغرق شخص في ترعة بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية مدمن وكان يخضع للعلاج داخل مصحة بمنطقة الحادث، وأنه حاول الهروب وأثناء محاولة العاملين بالمصحة اللحاق به قفز في ترعة لأنه لا يريد السباحة، غرق ولقي مصرعه. وتبين من التحقيقات الأولية أن المتوفى هو كريم، شقيق الفنان رامي صبري، عمره 34 سنة، وهرب بعد يوم واحد فقط من إيداعه بالمصحة. نجوم الفن ينعون شقيق المطرب رامي صبري. نعى نجوم الفن في مصر والوطن العربي شقيق المطرب رامي صبري الذي توفي منذ قليل بعد تعرضه لحادث سير توفي على إثره. كان في مقدمة المعزين النجم هاني شكل نقيب الموسيقيين الذي قال البقاء لله، خلص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم. أدعو الله أن يتغمده برحمته ولهم أهله الصبر والسلوان. بينما قال تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري، نسألكم الدعاء والفاتحة له. وانضم لقائمة المعزين المطرب مصطفى حجاج حيث قال: خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم على فراقه. وعبر الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافي عن حزنه وكتب: البقاء والدوام لله، خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صبري في وفاة أخيه المرحوم كريم صبري، ونسأل الله أن يغفر له ويتقبل منه صالح الأعمال ويدخله فسيح جناته، وندعو بالصبر والسلوان للعائلة الكريمة. أما أحمد الشامي مطرب من فريق واما قال: لا إله إلا الله، البقاء لله في وفاة كريم صبري أخو صديقي وزميلي المشوار رامي صبري، ربنا صبركم. وكتب تامر عاشور من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: حقيقي الواحد مش عارف يقول إيه، وحقيقي كلنا هنموت ومحدش يغلى على اللي خلقه، فعلا حزن كبير والصبر من عند ربنا سبحانه وتعالى في وفاة الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري. دعواتكم لرامي وأهله بالصبر. شقيق المطرب رامي صبري غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة. كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.
وأشرت التحريات أن الغريق دعا كريم صبرية شقيق المطرب رامي صبرية، وأنه قفز من أعلى سور المصحة لرفضه العلاج حيث كان مدمن للمخدرات. وطلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق الشافي ترعة المريوطية بالبدريشين، انتقلت على الفور قوات الأمن. وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العام للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المتوفى مدمن وتم إدخاله مصحة علاج الإدمان بمدينة البدريشين أمس. وذكر العاملون بالمصحة أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد وكاش رئيس مباحث البدريشين أن المتوفى رفض الخضوع للعلاج والتواجد غافلهم وهرب من المصحة بعد 24 ساعة فقط من إيداعه بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وحيل النيابة العامة التي تولت التحقيق. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات غرق شاب في نهر النيل بمنطقة الوراق. طلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة بنهر النيل بنطاق دائرة قسم الوراق. ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ، وانتقلت قوة أمنية وتمكنت قوات الإنقاذ النهرية من انتشال جثة الشاب الغريق. وتبين من الفحص أنه يرتدي شورت أسود وأنه نزل الاستحمام ليلا بجوار المرسى النيلي وجرفته المياه. أزمة في ضربات القلب تطورت حالة هاني شاكر بعد دخوله العناية المركزة. طمأن الفنان هاني شاكر جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها الساعات الماضية ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات. وكشف شاكر تطورات حالته الصحية من خلال فيديو له من داخل المستشفى عبر حسابه على تويتر قائلا: للأسف قمت النهاردة من النوم، لقيت نفسي تعبان شوية وضربت القلب مش متظبطة شوية ورحت على مستشفى الصفا، وأضاف: عملت تحاليل وفحوصات وأبلغني الطبيب المعالج بضرورة تواجدي في العناية المركزة لمدة 48 ساعة. ووجه رسالة لجمهور الأوبرا بعد تأجيل حفله قائلا: بجد بعتذر من قلبي، أن كان نفسي أكون معاكم وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا وأسعد بيكم وأشوفكم لأنه أنتوا اللي بتدوني معنى وطعم الحياة بجد. وكان هاني شاكر قد أجرى مساء أمس مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي آخر بروفات الاستعداد للحفلة الذي كان مقررا إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، فيما كان من المقرر أن يشاركه الغناء في الحفل من مطربي دار الأوبرا المطرب ياسر سليمان والمطربة إيمان عبد الغني. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب وفاة شقيق رامي صبري؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على نبيه.